حاجه ايدي كلها بس في المصيف الحاجه اللي هتجيبيها دي وانت قاعد البحر شايف ايدك عم تلم الحاجه كلها خلاص. لا بقى حضرتك ما تقلقش ان شاء الله الحاجات كلها تبقى رخيصه وسعرها كويس. لا ما شاء الله عندك البحر لو فتحت بقك بحاجه بسم الله ما شاء الله. بصي يا حاج احنا هناخد دسته من ده ودسته من ده ودسته من الاقلام دي. بقول لك يا حبيبي عايزه من دول. ماشي تمام فهم. ليه يا حاجه كل ده بياكلوا الاقلام؟ ايوه يا حاج بياكلوهم. شوف بتاكلوا الاقلام واحنا مجوعينك. عليها طلبتها اونلاين جات لي في يومين بس. بصي خير بصي بسم الله ما شاء الله حاجه كده مفتخره والله. طب بتقولي لحد قد ايه يا حبيبتي؟ بس عيالة حاجه كده ايه بسم الله ما شاء الله جميله والدفء في عرض منها لو اخدت انت اخد التالتة هديه في يا جدعان. عندي شغل الصبح عايز انام في يا جدعان. يا نهار اسود ابنك بجد انت مش فاهم الحاجات البسيطه دي بتفرحها ازاي. اكيد انت راجل كريم وهي تستاهل كرمك ما تبخلش عليها. مركز على حاجه بالحاجات دي مضره بالصحه. وادري الفيديوهات دي ولا 100 مره ما يعني اللي هيبقى دهب وتليفون مين اللي هيجيب حق التليفون ده يا حاج؟ انا يا بابا معايا ملبسات. يا قلبي بابا والله العظيم انت الوحيد انا اللي باقي لي في الدنيا دي. امسك يا روح بابا. ايه ده؟ يلا يا بنتي يلا يا بنتي منين حملناش قاعد في البيت طول ما الكائن الصغير ده عايش معانا في البيت. يا ضحكي اطلع كالبحر خمسة بس كده خمسة. هو حضرتك ممكن دقيقة بس دي ثانية واحدة اخش الحمام واطلع هو حضرتك بقى ساعة. عامل لك يعني كالبحر اخلص هنا ما اغسلهاش يعني؟ ازاي هترجع معاك ساعة كده شوية وتعالى يا رب. لسه ما خلصتش يا بابا غزرك رقة. ما خلصتش دقن يعني ولا ايه؟ روح اطلع حمام تاني. اروح عند الجيران يعني؟ بص يا حاجة انا بقى حضرتك لعبة بسيطة كده بظنها مضربين زي امبارح زي بابا عشان اكلني قلم على وداني مسفرة لحد دلوقتي. انا شلته بونت شلته. ما انت اللي بتجيبه لنفسك يا اخوي لما نشوف اخر تفاهتك دي. دور حضرتك يا كلب البحر يا كلب البحر. بس في موت صوره اللعبه اخلص انت كمان. الحجر ابو ليلى قريبي الناس لو سالوني بتقول ايه بقول ان عيوني حازم حازم بسيوني بسيوني بالحب لعبوا الصحاب. يا لا لا والله انت فاهم غلط. مش كده والله الحقيقة يا حاجة الله يعوض علينا في الفتنة. ابعد انت اهو الله يخرب بيتك. ام الغسيل الصبح ولا هي حبكة تاني عشان كلب البحر الصغير. ربنا اللي انا سمعته قاعد يا كلب البحر مشابك صح؟ بصراحة اه. طب روح هات. طب حضرتك وسعت عشان انزل اجيب. لا ما انت هتروح تجيبه من هنا. اجيب ايه يا ام؟ الدنيا ايش هون بشبك اهو. ايه ده؟ متاكل يا حبيبي؟ ولا امك قال لك ما تاكلش عندنا؟ لا لا يا حبيبتي بتقولي ايه؟ كل يا خالد البحر، كل ما تجيبلناش الكلام، كل. حاضر يا خالد حاضر. اتخانقت هنا وعايز انزل اخرج مع اصحابي، عايز 200 جنيه عشان انزل. مفيش فلوس يا خالد البحر ومفيش نزول، كله وانت ساكت. والله طب ما تزعقيش مني بقى. كل يا حبيبي سيبك من امك، يلا عشان عاملين لك بسله باللحمه هتاكل صوابعك وراها. يا ايه لحمه دي يا خالته؟ مهما كبرت صغير وانا مهما عليك مش فوق. ايه ده؟ انت ما بتكبرش على اللعب الاطفال دي؟ مالكش دعوه يا حبيبي انا بحب العب العيال الصغيره. بعدين مش عمك امبارح اداك فلوس ملوش تديني منها؟ خد العب بيا دوبك حلو عليك. طب انا كنت عايز. طب بقول لك ايه؟ تعرف تنشر البتاع دي في دي ولما احذفها فوق وانت مغمض عينك؟ يا عم ماشي وانا موافق. يلا طب ماشي لما اكون جاهز قول يلا. اه اكيد جد انا عالمي وعاء. قلنا 100 مره الباب ما يخبر حد يفتح لي ماذا بعد اذنك يا بابا. ده بس بابا مفيش فلوس. يا رب كل ما نشوف ده حلم. اكيد بحر اكيد بحر اكيد بحر. انا الكلب ده انا الكلب ده. الله بص طلع النبي ده ما بيهاجم وما بيعملش حاجه يعني ايه؟ بقول لك يا كلب بحر انا يا هي في البيت ده. ايوه هو طبعا. نعم بص بقى والله حضرتك انا مش عارف اتكلم في الموضوع ده هي اللي تكرر بقى. بص لك يا ليه
تشربي. يا سلام لو اشوفك هادي كده على طول. يا امي طول عمري هادي من ما انا صغير اصلا، وانا كنت قاعد هادي جاي لسه ما حدش بيسمع لي صوت. شفتش نفسك وانت صغير؟ لا نسيتك ولا عارف انساكي، بس انا سبتك عادي بهواكي اطلع. مش خلاص خلصت الفيديو بتاعك؟ ما تجيش تكلمنا على الشاحن تاني بقى. لا يا معلم انا لسه منتج الفيديو، بعدين موبايل 8%. عايز ايه؟ عايز منتج. انا موبايل 10%. حلو انا 8% اقل منك. حلو. طب اهدى بس يا ابني، مش هتاخد حاجه. لا والله يا عم. يا نهار اسود ومنيل امي. يا نهار اسود. عاجبك كده يعني؟ عاجبك كده؟ ما انت صعب اللي احنا فيه ده. اما انت اللي كنت عايز تاخد الشحن. عايز منتج يا عم. يا عم يا عم.